المرارة هي عبارة عن عضو هام في جسم الإنسان يأخذ شكل كتمري وهو صغير الحجم ويوجد أسفل الكبد وبالتحديد في الجانب الأيمن من البطن. يحدث في هذا العضو تخزين ما يعرف بالعصارة الصفراوية وهي العصارة الهاضمة والتي يتم إفرازها داخل الأمعاء من قبل المرارة للمساعدة على الهضم. وهناك مجموعة من الأسباب التي تعمل لحدوث التهاب بالمرارة. هذه الأسباب من أول الأشياء التي يبحث عنها الطبيب، لأن تحديد السبب من أهم الخطوات لتحديد العلاج الصحيح والمناسب للحالة. ومن هذه الأسباب نذكر حصى المرارة، ففي أغلب الأوقات يحدث الالتهاب بسبب تكون جزيئات صلبة داخل المرارة ويطلق عليها الحصى المرارية، وقد تكون سببا في حدوث انسداد داخل القناة الكيسية المسؤولة عن تدفق المادة الصفراوية، وعند تراكمها يحدث التهاب. في حالة وجود ورم في المرارة قد يمنع هذا الورم تصريف العصارة الصفراء من داخل المرارة بشكل سليم، وبالتالي يؤدي تراكم الصفراء إلى حدوث التهاب في المرارة. يمكن أن يكون هناك بعض الالتواءات في القنوات الصفراوية أو وجود ندبات إلى حدود انسدادا فيها يؤدي إلى حدوث التهاب بالمرارة. بعض حالات العدوى الفيروسية أو مرض الإيدز يمكن أن يسبب التهاب في المرارة. قد يكون هناك مرض ما خطير يسبب تلف وضرر في الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل هذا المرض تدفق الدم إلى المرارة مما يحدث التهابها. إن حدوث آلام في الجهة المجاورة للكبد هي العلامة الأكثر شيوعا لوجود الحصوات في المرارة، إذ يحدث الآلام غالبا بعد الأكل ويمكن أن يستمر لعدة ساعات، ويكون في الجزء العلوي الأيمن من البطن بالقرب من القفص الصدري، كما أنه قد يمتد إلى الجهة العلوية الخلفية من البطن، ويمكن أن يحدث هذا الآلام كل فترة مرة واحدة بعد إحدى الوجبات، أو من الممكن أن يحدث بعد كل وجبة، حيث يعرف بآلام المغص الصفراوي أو نبوة المرارة، ويستمر من ساعة إلى عدة ساعات، ويمكن أن يطار أكثر بعد تناول الوجبات الدسمة، إذ أن هذا النوع من الآلام يأتي ويذهب مرارا وتكرارا. الغثيان أو القيء، حيث يعدان من الأعراض المشتركة الشائعة بين جميع مشكلات المرارة، كما أن أمراض المرارة المزمنة قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات وارتجاع الحمض أو ما يعرف بارتجاع المريء. التعرض لذاء اليرقان، وهو عبارة عن تحول لون الجلد إلى اللون الأصفر، وذلك يحدث في الغالب بسبب تكون الحصوات وتجمعها داخل القنوات، مما يتسبب في عدم وصول العصارة الصفراوية إلى الأمعاء. غالبا ما تسبب مشاكل المرارة تغيرات في حركة الأمعاء، ويمكن أن يشير الإسهال المزمن الذي يستمر أكثر من 3 أشهر إلى مرض مزمن في المرارة، وقد يشير البراز ذو اللون الفاتح أو الطباشيري إلى مشكلة في القنوات الصفراوية. قد يلاحظ المرضى الذين يعانون من اضطرابات في المرارة تغيير لون البول ليصبح أغمق من اللون الطبيعي للبول، وقد يشير البول داكن إلى انسداد القناة الصفراوية. قد تكون أعراض المرارة غير واضحة عند الأطفال وكبار السن، إذ أنهم قد لا يشعرون بالآلام أو قد لا يعانون من الحمى، وإنما يشتكون فقط من الشعور بالضيق وفقدان الشهية. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.